زميلنا ومراسلنا من المحله طبعا اللي بيغطي كل هذه المنطقه الجميله على قلوبنا، استاذ محمد عزمي وكابتن محمد عزمي. اتفضل يا محمد. شكرا كابتن احمد جمال وضيوفك ونجوم التحليل الكبار. كابتن احمد، اللواء الزفتاوي كان مشرفا عام على جهاز الكره منذ السنه الماضيه، وفي هذا العام منذ صعود الفريق الى الدور الممتاز مجلس اداره غزه المحله دائما منذ رحيل المهندس طارق حبيب رحمه الله عليه، اصبح مجلس اداره غزه المحله دائما لا يعرف في الكره، فجاء اللواء الزفتاوي مشرفا عام على جهاز الكره. في بدايه هذا الموسم تم ابتعاد اللواء الزفتاوي من منصب مشرفا عام على الكره الى منصب مدير الكره والاكتفاء فقط مع الفريق الاول، وطبعا تم رحيل الكابتن محمد فيزي المدير الفني السابق، والكابتن محمد جنيدي ذهب ليكون مديرا فنيا لهذا الفريق. كابتن احمد جمال وضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام، احب اقول كانت هناك نيه مبيته ومؤكده للجميع، وقلناها من قبل في هذا الاستوديو 10 من مجلس اداره غزه المحله، من المشرف العام على الكره المهندس او الدكتور اسامه عاطف ومجلس الاداره برحيل اللي هو مصطفى الزفتاوي. فكيف يرحل الزفتاوي بدون جنيدي؟ امس اللي هو كابتن محمد جنيدي المدير الفني لغزه المحله طلب من اداره غزه المحله الابتعاد بمصطفى عبد المدرب العام، لانه يذهب الى المعسكر ليلا الى اللاعبين وخلافات ما بين مصطفى عبده وما بين اللاعبين، فطلب مجلس الاداره من اللواء الزفتاوي تصحيح ما قاله محمد جنيدي. الكابتن محمد جنيدي اكد انه لن يعمل مع الكابتن مصطفى عبد المدرب العام. فغزه المحله او معروف العلاقه ما بين المدرب العام الكابتن مصطفى عبده وما بين انا طبعا مش من حقي ان انا اقول الكلام ده، لكن انا بعتذر ان بقول الكلام ده، ان الجمهور المحله كله عارف ان مجلس اداره غزه المحله مش هيمشي الكابتن مصطفى عبده. وبالفعل النهارده ومنذ دقائق بالظبط كده تم اقاله الكابتن محمد جنيدي واقاله اللواء الزفتاوي مدير الكره، وتعيين الكابتن احمد حسن اللي هو رئيس قطاع الناشئين الحالي مديرا فنيا للفريق، والمسكنات التي تقال للجمهور، لان الجمهور هو صاحب الاقاله وليس مجلس الاداره هو صاحب الاقاله، والجمهور غزه المحله هو على اتصال دائم بمجلس الاداره، لابد من اقاله الفريق للجهاز، لابد من عمل تصحيح للفريق. فكانت الاقاله رغم نصيحه الكابتن مدحت شلبي امس في استوديو 10 ونجوم التحليل الكبار، لازم انا مع الكابتن مدحت وغيره من الاستوديوهات من الاستوديو التحليلي اللي انا في كل مره نصيحه بيه ان الجهاز الفني يفضل مع الفريق اكثر من مره، احمد حسن خلاص مديرا فنيا لفريق غزه المحله، ويكمل معه المدرب العام مصطفى عبده ومعه الكابتن العزيز. وهذا خبر من داخل مجلس اداره غزه المحله الذي لم تنتهي الجلسه بتاعته، ولكن ده خبر مؤكد لان احمد حسن جابوه من قطاع الناشئين عن طريق الكابتن شامخ الاداري وقعدوا معاه، وخلاص احمد حسن هو مديرا فنيا لغزه المحله في مباراه اسوان القادمه. طب عزمي، هل الكابتن احمد حسن قاعد دلوقتي مع مجلس احمد حسن هو رئيس قطاع الناشئين؟ لا. فتم ارسال الكابتن شامخ الاداري الكابتن احمد حسن يجيبه، انا اسف اللفظ، من تحت من جهاز الكره يطلع فوق لمجلس الاداره، طلع مع مجلس الاداره وقالوا له ان انت هتتولى الجهاز الفني. طبعا بيقولوا الناس بره ان احنا الحين ما نجيب مدرب كبير من خارج غزه المحله، ولكن احمد حسن لو فاز في ماتش اسوان او في ماتش كمان احمد حسن هو من يدير غزه المحله. ويذكر طبعا ان احمد حسن كان مديرا فنيا لبني عبيد قبل يعني دلوقتي كابتن احمد حسن من حوالي مثلا ساعه او ساعتين كان قاعد مع مجلس الاداره، تم استدعائه وقعد مع مجلس الاداره من حوالي ساعه. تمام، بشكرك عزمي. ومازال موجود في مجلس الاداره معاهم. ومازال موجود معاهم، تمام، يعني كده الامور شبه محسومه. طبعا احنا بنؤكد هذه الاخبار طبقا لما قاله محمد عزمي من هناك، ولكن القرار الرسمي لمجلس الاداره لم يصدر حتى الان، ولكنها انباء تواردت لنا، ويبدو ان الاتجاه يسير في هذا الامر.